سلام عليكم حبايب قلبي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ مشتاقين لكم كلش هواي. اليوم اجيتكم من مقلب فول، المقلب بيمن بحسين العلي. من زمان ما مبكي، هسه راح ابكي لكم. الكل تدري قناتي داخله بتليفون حسين وقناه حسين داخله بتليفوني، هاي من اول ما بدينا. هسه ايش راح اسوي؟ راح اخابر حسين واقول له قناتك انحذفت. انا ايش راح اسوي؟ راح اخفيها. اقول له قناتك انحذفت حسين، الحق. راح نشوف شنو رده فعل حسين وهو عينه من صبح لليل داخل على قناته ويحب متابعينه. يلا قبل لا نبلش ونخابره، خلونا لايك واشتراك. اللي ما مشترك خليه يشترك، واللي ما مخلي لايك فجروا المقطع لايكات، احرقوا لايكات. يلا تعال يعني. وهسه جينا لهنا وراح نخابر حسين ونشوفه وين، وانا سولف له على قناته. اليوم الا بتشي حالي، فبتشي اليوم بسيطة. شلون هو يحب قناتي؟ الو، ها حسين وين انت؟ سوا قاعد صدق تحكي؟ قناتك وين؟ شنو قناتك وين؟ قناتك ما هي اصلا، ما لها وجود باليوتيوب. قرار اكفر بيومك اذا صدق تحكي بالقناه. شنو اكفر بيومك؟ قاعد لساعة بالوحدة استوني قاعدة تقول لي. شنو قناتي ما شوف؟ امشي روح شوفها بسرعة، امشي. شوف خلايا يبقى خلايا. ما ادري جزء شركة مطيرتها انا. شنو؟ روح قاعد اسولك سالفة. روح شنو؟ الو، ها؟ شو مطلع بالبحر؟ ماكو خيي، ماكو. انت وين؟ انت وين؟ انا عشط بالكوفة قاعد. مك شنو قناتك هي؟ طايره قاعد اقول لك طايره. روح شوف ايش يلا، تريد حاجه ابو الشركه؟ حاجه ابو الشركه؟ شوف ابو الشركه طايره قناتك. يلا وهسه راح يجي وخلنا نشوف ايش راح يصير فيه. انتظرونا، يلا تعالوا يانا. وهسه منتظر حسين يجي حتى نبلش بالمقلب. الله يساعدك حسوني، خطيه والله تكسر خاطري. نايم للظهر وعايف متابعينك وقناتك، مو ها هي تدلل. وهذا اجى حسين وضايج كلش، خلينا نشوف ايش راح يسوي. ها كرار. ها عين شلون؟ شنو شلوني؟ قناه وين؟ ماكو قناه العدالة. شنو حسين انا ابو قناه؟ شنو ابو قناه؟ ابو شركه اني؟ يعني لا طاره شو اسوي لها؟ شو قاعد هنا تشرب نرجيله؟ قاعد لك هنا استوني. شفتها عمي من خابرتك، شفتها. شفت ليش طارت؟ ليش؟ شو محذوفه من الاصل؟ ماكو تطلع بس قناه صغيرونه. ادري انا شنو ليش طارت؟ ايش ما ادري حسين، انت ايش ما ادري انا. عندنا قناه ثانيه نصور بيها واحنا سوا. صور بيها؟ ايه. صدق تحكي عود؟ والقرانه شمرك بالشط. افتهمت ترى؟ يعني انا قناه متعب عليها سنين وتالي ما تقدر اصور بصغيرونه؟ انت من عقلك يعني؟ انا دزيت رساله للشركه، قرار خلي اقول لك شغله واحده. والقران انا ما اخذ قرار. وحال قلبه ممرود ومنتهي، وصار لي اسبوع افكر عشان انزل فيديو. وما ألقى قناتي، والحسين إذا ما رجعت القناة أمسح عن أنا أمسح نفسي من الوجود، شلع من اليوتيوب. أقول لك أنا شعلية، عندنا قناة ثانية، قناتي مو داخلة بتليفونك ونصور بها أنا وياك. يعني شنو إذا ما رجعت؟ هي مني قال لك ما ترجع حسين؟ ما ترجع عمي، ما ترجع القناة. شنو ما هي ما موجودة؟ أجل أنا شو بسوي؟ يلا شو بسوي معي قناتي؟ حسين يجوز ناشر حقوق، ناشر حقوق واحد، يجوز مسوي مقلب قوي. شنو مسوي مقلب؟ قرار التعدلوتي، إحنا قضينا عمرنا نسوي مقالب، إيش قضينا عمرنا نسوي مقالب؟ تروح ما راح اقول لك. لا شنو شاك بيته؟ قرار شو شاك بيه؟ لا شاك بيه. اقول لك انا اقول لك شغله واحده، القناه صارها 3 سنين ما ادري 4 سنين داخله بتليفوني من بدينا لحد الان، وما يوم شفت لك زله بيها، وانا هماتين كذلك قناتي بتليفونك ما يوم شفت لي زله بيها. فعلى شنو هذا الحكي الزايد؟ هي طايره شو اسوي انا يعني؟ اجتماعها هو باكه قناه مفتوحه بس بجهازك، خوش ومفتوحه بجهازي، انا اعرف شو مسوي، قاتل السيد بالقناه وطارت. تفهمني يعني هساني بهذا موضوعك وحكيك تقول لي عندك القناه؟ انا ما قايل لك عندك، فهمت؟ انا ما قايل لك عندك القناه، قايل لك وين؟ ليش راحت؟ ليش راحت؟ البارحه مو طبيت عليها بالليل؟ لو ما طبيت انا طبيت عليها بالليل، انا حتى اليوم الصبح موجوده هي، بس قاعد اقول لك هسه قبل شويه قعدت هنا أنا، دخلت على اليوتيوب ما لقيت لا قناتك. ها راسل الشركة، راسل الشركة قرار منا اليومين وحق القرآن منا اليومين، إذا ما رجعت القناة بعد لا تخبرني لا على تصوير ولا على كل شيء. شوف خليها ببالك، ترى لين مضايق أنت ما راح أجي، لأن هذا حكي قاعد مسلت فيك وهو مو هيك الحكي. شو أريد أفدي أنا؟ خلي عقلك، القناة طارت راح نحاول نرجعها وخلاص. بعد شكو يعني أنا شو أسوي لها؟
ما رجعت عندنا قناه ثانيه ونشتغل احنا سوى 24 ساعه خلاص يعني نسد الموضوع بعد عليه من هذا الحكي زايد. انت شنو ايش بيك؟ شنو قناه ثانيه؟ شنو قناه ثانيه؟ شنو قناه تعبان عليها صار لسنين عشره عمر؟ لا ايش اسوي لها يابي؟ اقعد الصبح ابو علا الظهر ابو علا، شنو تقول لي شو اسمه نشتغل بالقناه الثانيه واذا عندنا قناه ثانيه؟ اقول لك شو اسوي لهاني؟ انا ابو شركه قاعد حاكيني؟ انا ابو شركه انا شو علي بها؟ ترى زايده من عندها انا هيك حاكيتك اصلا. اني لعبان روحي خش او قلبه ميت افتهمت لو لا؟ منا انا قلت لك منا الباشر، اذا مو باشر العقب باشر، اذا ما رجعت القناه بعد ما صور. لا صور عمي، لا صور. لا صور شو علي يعني؟ شو علي يعني عمي؟ تعال هسه انا شنو ذنباني؟ انت متحاكيني هيك يعني قاعد لعشة خوش حكي وتشرب نارجيله ومتونس وتالي ما تالي تقول انا شو علي؟ قاعد اقول لك جيت للكوف وعذر التغير جو شويه ضايج، طبيت على اليوتيوب ما لقيت قناتك، يعني اطير واجيب قناتك يعني ماكو حرقه بقلبك؟ بس فهمني ايش مدريك ماكو حرقه بقلبه انت ايش مدريك؟ شنو ماكو حرقه بقلبك؟ انت قاعد دين انا اشرب نارجيله وانا دين ما باقي براسي، تخليني اجيك منك لان انا ما تعرف تجيني للبيت؟ اجيك للبيت؟ اجيك للبيت انت ها استوى قاعد انا يوميا ما اجيك من الصبح انت ضارب هنومه؟ شنو ضارب هنومه؟ انا ما رسلت الشركه. اقول لك انا لا مسؤول بقناتك ولا حاطنا حمايه لقناتك، قناتك طارت لا تظل تاكل راسي يوميا تجيني، فهمت لو لا؟ اختمها من هسه. شوف وين قناتك، شوف هاي بعد لا تدخل بها انا ولا شيء. احكي هيجي؟ ايه احكي هيجي. لا شو اسوي لك انا هذا حكيت مقتنع به؟ ام داني. اذا اصور بعد اطلع انا مو حسين، واذا شوفني بعد اطلع انا انقس من هذا النعال اللابسه، افتهمت لو لا؟ القناه طالت قلت لا تاكل راسي وقاعد تشرب هنا نرجيله، والحسين اذا ما رجعت القناه يكرر صدق اخرب لا خربه مو طبيعيه. افتهمت لو لا؟ انا هسه انا اقدر ارجعها لك، شلون ارجعها؟ يلا فهمني انت ما ترجعها ما تقدر مو على عيني وراسي، بس مو قاعد لي هنا وتقول لا تاكل راسي وقاعد هنا اشرب نارجيله وعايف القناه ما هي. عايف القناه؟ ارد يعني اشوف حرق بقلبك ماكو؟ وهسه لو جايك انا شنو ترجع لو جايك اني؟ ترجع؟ مو ترجع، على الاقل تكبر بعين اقول احترمني قدرني مو قاعد لي هنا وتحاكيني شمر بالحكي علي. انا من خابرتك ردت اشوفها وين؟ هاي شغله، والشغله الثانيه بدي افتهم السالفه، مسوي لك شيء ناشر شيء ناشر مثلا ايش ناشر؟ يجوز ناشر شيء سلبي وطاير القناه. ايش ناشر انا؟ ايش انشر انا؟ اول مقالب من قضت عمر من ذاك اليوم لهاليوم وفيديوهات وتجارب اجتماعيه، ايش ناشر غير انت عود لوتي؟ انا مصور شيء وانت ما ادري بيه، انت مو 24 ساعه اصور وياي. انت جيت تحكي حكي مشمر، انا بدي اعرف السالفه مال القناه، ما لا اعرف شيء عنها لا هاي، طبيت شفتها ما هي، ايش مدري اناني؟ وانت نايم هم ما تدري. كل شيء ما مسوي بيها خوش، صدق نفس الحساب رابطه بحساب ثاني، خوش مال قناه ثانيه بس ما ناشر شيء. ما ناشر شيء نشوفها منا لشوية بعد منا لليل، واذا رجعت هاي بعد الله سهل علينا، واذا ما رجعت نصور بقناتنا الثانيه. علي من هيك حارق روحك؟ وعلي شوف هاي النرجيله افلشها براسك، افتهمت لو لا؟ قبلت عمري اركض ورا القناه خوش على حلق يابس وسير بقناه ثانيه، تقول لي صور بقناه ثانيه عشرة عمر صور بها ثانيه، انا ما قايل لك ما مقصره ثانيه بس حتى لو القناه تبقى عزيزه، افتهمت لو لا؟ لا ايش اسوي هسه؟ خابر الشركه وتحاكيهم وتقول لهم انت مو عندك تواصل وياهم؟ يلا تحاكيهم وتقول لهم خلي يرجعونها. ما خابر الشركه انا ايش علي بالشركه؟ ما خابر والله روح ما خابر الشركه، لا تضل تسوي هيك وهاي تضل تشمر بحاجتك. النرجيله شمرها براسك، افتهمت لو لا؟ نزل النرجيله نزلها وقعد واحكي عادل. انا رايح خوش، خليني اقول لك شغله واحده، والقناه منا اليوم اذا ما رجعت بعد ما احكي. انت ما تحترم خوش؟ ما احترم، افتهمت لو لا؟ اي ما احترم، خلي على الاقل احترم شويه مو حير اللي بالنرجيله وعايفني. ترى عم روح طبك مرض. لا ظل اسوي لي هيك انا ما عليه، سمعت ولا؟ هاي بعشد حاسي. تعال هاك اذا تريد تقلب جهاز هاك قلب، لا ظل تباهي. انا مو ناقص اقلب بالجهاز. مو ناقص لعد. هنا سولف عدل. لا ظل تهشيش. مو قاعد دينا نشرب نرجيله حضر يعني شو بدي اسوي؟ يلا شو بدي اسوي؟ يلا مو حضر جنبك قاعد هنا. لا تعال سولف منا عالم، هاي العالم قاعد هنا، شو بدي اسوي؟ ها؟ شنو ابو العالم؟ افتهمت ولا؟ شنو تسوي؟ شنو تجي تسوي؟ شوفني حرقة بقلبك، قل القناة وين؟ يا بالقناة أنا قاعد أقول لك خابرتك أرد أشوفها وين؟ أقول لك القناة وين أنا إيش مدريني؟ يعني أدفتيم اجتماها هو طارت باقها واحد، أدفتيم القناة البارحة بالليل هي عدي. شنو القناة الصبح القناة؟ أنا هسه ببالك عند قرار مو؟ وأنا ما قلت لك عندك قرار، القناة موجودة بس بجهازه وبجهازك. يعني الثقة ماكو راحة انعدمت، يعني ما عندك ثقة بها. قرار حاذفها قل لي. بايعها قل لي انا ما عادي ما يخالف. اول شيء اذا بايعها تطلع وهاي فشت عليك التنام، وثاني شيء اذا حذفتها علي من احذفها عني. شنو وين تروح؟ تصويرنا سوي؟ وين تروح؟ انا ما مصور شيء غير الدفتين، مصور شيء غلط ما مسوي شيء. خي على هاي حكايتك الله محمد وعلي اكو لا علاقه بك بعد،
والقناه ما لي دخل بيها، انا مو ابو شركه وتجي تحاسبني وتقول لي هيج خوش حكي. يلا الله محمد وعلي هاي. لا تظل تاكل نايل هاي. يلا روح روح، تعال تعال تعال، هاي يمكن قناتك رجعت. تعال تعال تعال، بس اذا رجعت بعد لا اعرفك ولا تعرفني. خوش حكي. شنو قناتك مهذوفه؟ شنو رجعت؟ لا كذب، هاي قناتك الثانيه. اضحك عليك اضحك. هو مو حاسس عادي، مو حاسس عادي. تولي خرا هذا، تعال هذا مقلب 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 القناه من عندك. انا مقلب خاف فيها القناه، خاف فيها، صار اربع ساعات ما رايحه. قول العباس والله مقلب مقلب خاف القناه، حتى اسوي بيك مقلب عود على اساس حاذف القناه لين انت زوج ومشيت عليك المقلب هذا. يلا هذه كرر بس قلنا كلام بالقنوات الشاقة. افتهمت لولا؟ طيب بالقنوات الشاقة على حساب المتابعين. ايش بيك؟ لا لا تخليني اغلط، لا تخليني اغلط. بالقنوات الشاقة سوي مقلب بي، سوي مقلب كل واحد هذا بس بالقناة. لا تدلل القناة، بروح الزهرة لا تدري بي، انا اضج على القناة. ما عليها دق ايد ابو علي، انمون عليك ابو المقال، انمون عليك وعلى المتابعين. اقعد اقعد، ما عليها. هذيك الكاميرا هذيك الثانية. قناة وين؟ طلع لي القناة وين؟ قناة خافيها. عوف هاي السوالف مالك هسه راح ارجعها. ايش بيك؟ كيف قنعنا بهذا الحكي مالتك؟ القناة خافيها والله، ما عليها وموجودة هنا. والقناة موجودة؟ والله العظيم موجودة. الخاطر المتابعين، الخاطر المتابعين. ترى بيومك كرر. الخاطر المتابعين كل شيء ما تقدر. بروح على القرآن، لا تلعب لعبة وبالقناة، لا تلعب لعبة وبالقناة، سوي مقالب بيا، أنت ذليتني يوم يوم سوي بيا مقلب. وإلى هنا وصلنا لنهاية المقلب، ويا رب يكون المقلب عجبكم واستمتعتوا فيه. ما فرحان؟ ولا رجع على القناة تسوي، رجع الدم بوجهي. صدق سوى؟ والله كان أصفر وجهه، كان وجهه أصفر. خطيه. قاعد لا أكل ولا شرب من الصبح للسجادة قبل أركض. فجروا المقطع لايكات، فجروا اشتراكات، طششوا بكل مكان، نحبكم كل شوية، انتظرونا في فيديوهات جديدة، في أمان الله.